تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 26 إبريل 2022. كل سنة وانتم طيبين يا رب. أخريستوس أنيستي، أليسوس أنيستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. إن شاء ربنا ودبر يوم الثلاثة الجاي اللي هو 3 مايو هتكون فترة أسئلة دفاعية، وأكرر رجاء محبة، أنا عارف أنتوا احتملتوني كتير بس معلش كمان احتملوني في الطلبة دي. الأسئلة تكون في اللاهوت الدفاعي، أسئلة الخدمة الرعوية، وجهها للخادم أو الكاهن أو القس اللي أنت بتتعامل معاه المسؤول عن خدمتك رعويا. الأسئلة أو خدمة ضعفي تتعلق باللاهوت الدفاعي ده، بس بحب أكرر النقطة دي أو الطلبة دي. ربنا يبارك حضراتكم. تنبيه، الفيديو بتاع التعليق على الأحداث بيحتوي بعض الأخبار والتعليقات قد يكون لها تأثير سلبي. البعض يلي بتتخض، يلي بتخاف، يلي بتكتئب، ما تسمعش الفيديو ده، اقفله وريح نفسك. أساتذتي الأحباء اللي بيسمعوا الفيديو ده، رجاء محبة تتذكروا باستمرار وانتوا بتسمعوه، هدف الخدمة مش نشرة أخبار، هدف الخدمة هو إظهار والتذكير بالاحتياج لحياة اليقظة الروحية، مش بس قبل مجيء المسيح، لكن أيضا الاستعداد والإنارة في الظلمة اللي تسبق مجيء المسيح، لأن احنا نور العالم والعالم فعلا أصبح مظلم بالخطية. ربنا قال لنا علامات كتير زي ما بكررهم كل مرة. قال لنا ليه العلامات دي كلها؟ واحد، عشان ما نخافش، فقال لنا لازم تحصل الكلام ده. اتنين، عشان نؤمن في زمن التشكيك اللي احنا عايشين فيه، فقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن بروعة كتابنا، لأن مستحيل يكون قال الكلام ده بدقة وبيحصل قدام عينينا ويكون مش وحي إلهي. والحاجة التالتة، عشان ننتبه ونستعد في زمن ربنا عارف إنه هيكون بيتفنن إزاي فعلا يشغلك عن حياتك الروحية، وده هدف الخدمة. أول وأهم خبر، حدوث معجزة خروج النور المقدس من قبر الرب يسوع المسيح يوم سبت النور 23 إبريل 2024. الموضوع اللي أتعب كثيرين وهيج الكثير من الشياطين يستخدموا أتباعهم يهاجموه، ولكن نشكر ربنا الله لم يترك نفسه بلا شاهد. حتى لو أخ مسيحي ما بيؤمنش بالمعجزة دي مش مشكلة، ده لا يؤثر على إيمانك، ولكن المعجزة بتحصل. كتير من وسائل الإعلام العالمية سجلت المعجزة السنوية اللي بتحدث ويراها الآلاف، وشهود عيان من دول أشخاص رسميين، على سبيل المثال وصول النور المقدس من أورشليم إلى أثينا في نفس اليوم. واللي دايما الناس تتساءل ما بيحطوش كاميرات ليه؟ أنا قدمت فيديوهات اتصورت وجابت صور داخل القبر أثناء لحظة ظهور النور المقدس، وكمان حصلت خارجه وبرضه اتصورت أمام أعين الكل. ليه ما بيبقاش شخص تاني غير موجود؟ هو مين قال لحضراتكم من اللي موجود فقط بطريرك واحد؟ ده بيبقى أربعة موجودين، واحد على الباب، واحد جوه ساجد بيصلي، واحد على الباب، واتنين في غرفة الملائكة، والناس كمان اللي بيبصوا من الطاقة برا وشايفين كل اللي بيحصل، منهم واحد مسلم صاحب مفتاح. فعلى فكرة ليه ما حدش اختبرها؟ كم ضخم من العلماء اختبروا هذه المعجزة بأدواتهم العلمية الحديثة وقدموا شهاداتهم في مراجع وأبحاث وكتب، ولكن ما فيش فايدة. اللي اختار الرفض اختار الرفض للرفض. علامات في السماء، الرحلة الخاصة للمليونيرات اللي هي طلعت من سبيس اكس للمحطة الفضائية، الأربعة البهوات المليونيرات اللي راحوا قضوا أجازة في المحطة الفضائية، تأخرت الرحلة بتاعتهم أسبوع ولكن خلاص بيرجعوا إلى الأرض. الصين هتبني أول نظام دفاعي فضائي، هتغير مسار مذنب على سنة 25، فالصين عايزة تتحكم في الفضاء زيادة. انفجار عنيف ينتج طاقة جاما عالية، أعلى واحدة اتسجلت من نوفا. بعد الانفجارات العديدة من الشمس الأسبوع الماضي واللي قبله، أيضا يوم 20 إبريل انفجار آخر قوي أطلق كتير من أشعة إكس. الانفجار القوي ده اللي حصل يوم 20 إبريل هو اعتبر أقوى انفجار شمسي في السنة دي بالكامل، ده من جريدة صن. يوم 19 إبريل استمرار لتساقط نجوم السماء أو أحجار سماوية أو أجسام سماوية. 8 كور نارية. يوم 22 إبريل 17 كورة نارية. يوم 25 إبريل 10 كور نارية.
وتزايد استمرار تزايد عدد الأجسام الفضائية اللي بتهدد الأرض، وصلت دلوقتي 2275 زي ما تنبأ الكتاب، على الرغم أن مدعي قدم العمر لو كلامهم صحيح كان المفروض الكلام ده يكون اختفى أو بيتناقص بشدة. الكتاب هو اللي أكد أن هي هتتزايد على عكس ادعاءاتهم، وبالفعل بتتزايد. غرب أمريكا في أهبة الاستعداد لتزايد حرائق الغابات الخطيرة بسبب الجفاف. الزلازل أيضا اللي بتتزايد جدا. لحظة واحدة. يوم الثلاث 41 زلزال، منهم واحد بقوة 5.9 في جزر لويالتي. يوم الأربعاء 43 زلزال، منهم واحد بقوة 6 في الفلبين. يوم الخميس 40 زلزال، منهم واحد بقوة 6.7 في نيكاراجوا. ده كان بيحصل في السنة أو في 10 سنين، دلوقتي بيحصل في الأسبوع. يوم السبت 40 زلزال. الأسبوع ده لوحده، ده مش في عدة سنوات، ده في أسبوع. تأكيدا زي ما قال الكتاب هتتزايد الأمور دي. 124 زلزال يصنفوا أقوياء، لا ضعاف ولا متوسطين، منهم 3 واحد بقوة 6.7 و6.1 و6 و2 اقتربوا، والعديد اكشوالي اقتربوا من 6، 5.9 و5.9 و5.8 وهكذا. كاليفورنيا تهتز مرة أخرى بتيار زلازل، وده بيخوفهم لأنه خايفين من زلزال عملاق. زلزال نيكاراجوا لقوة 6.7 سبب بعض الخسائر، ولكن لا يوجد تهديد من تسونامي. في نفس الوقت اللي زي تساقط نجوم السماء والعلامات في السماء وتزايدت فيه البراكين، الزلازل أيضا تتزايد فيه البراكين. فمش أصدق حضراتكم النهاردة، النشاط البركاني بيتزايد. أدي ملخص البراكين المتزايد نشاطها، فدي خريطة للنشاط البركاني يوم الحد اللي فات، كل دي براكين نشطة. قارنوها ب 2005 و2006 عشان تشوفوا المعدل تزايد ازاي. موت الكائنات الجماعي اللي كانت ممكن تحصل حادثة في السنة او مفيش خالص، دلوقتي زي ما قال الكتاب فعلا سمك البحر ينزع وطيور السماء تموت، فعلا بيحصل قدام عينينا. اللي هقوله ده على سبيل المثال للحصر في اسبوع. يوم 19 مارس موت 29 حوت في شاطئ في نيوزيلند. 20 مارس كل ده سمك ميت على مرمى البصر. آلاف الأسماك في شاطئ في بنجلاديش. يوم 22 مارس قتل 500,000 من الطيور بسبب انفلونزا الطيور في نبراسكا. يوم 24 مارس موت الآلاف الأسماك في مزرعة سمكية في البرازيل. أطنان. نفس اليوم موت أطنان من الأسماك في شاطئ آخر في البرازيل. ده زي ما قلت لحضراتكم على سبيل المثال. بحث جديد يحذر من ان جزء من العالم يواجه كارثة انقراض الحشرات زي النحل، وده كارثة ممكن تفني نباتات كتيرة بتعتمد في تخصيبها او البولونيشن بتاعتها على النحل. الاوبئة اللي واحد مش عايزينه يعني يخلصوا ونعيش حياتنا الطبيعية. وصول عدد الحالات إلى 510 مليون، الوفيات وصلت 6.2 مليون، لكن استمرار تناقص عدد الحالات وعدد الوفيات. ألمانيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، إيطاليا، أستراليا من أوائل الدول في معدل الإصابة اليومي رغم التطعيم. بالرغم من كل اللي بتعمله الصين في شعبها، البهدلة اللي بتبهدلها للمناطق اللي بينتشر فيها، إلا أنه لا تزال تتزايد الحالات في الصين. اختبارات موسعة في بكين بسبب الخوف أن يحصل فيها الإغلاق اللي بيحصل في شنغهاي، ودي تبقى مشكلة للشعب والاقتصاد أيضا. اليابان تعلن عن دواء يمحو فيروس الكوفيد من الجسم تماما. أتمنى تقوم دراسات عادلة، وليس عدم الحيادية أهم حاجة، فايزر والباقي يتحارب. فاوتشي لا يزال في سياسة التخويف، فيقول لا يوجد فرصة أننا سنزيل الكوفيد. شكرا. طبعا هو فرح جدا لما الناس اتحبست
ويتمنى ان هم ما يرجعوش لحياتهم الطبيعيه. لوس انجلوس تعيد اجبار ارتداء الماسك في المواصلات العامه مره تانية. مقاضاة مستشاري الاتحاد الاوروبي للسريه اللي تحيط باتفاقيات شراء التطعيمات. ليه؟ ليه الدول اللي اشترت التطعيمات من فايزر وموديرنا الكل التعاقدات سريه؟ وليه وافقت تمضي على السريه؟ وليه محدش قادر ينطق على الريبيت اللي دفعته فايزر للدول؟ عشان تعرف ان الموضوع ما كانش انقاذا للبشرية لو 100%، الموضوع كان حاجات تانية خالص واهداف مختلفة. تساؤل، هل الكوفيد سبب تزايد عالمي في الاصابة بمرض السكر؟ الحقيقة الكوفيد ما بيصيبش البي سيلز في البنكرياس، فليترى ده كالعادة غلوشة على ان التطعيم اللي اتقال عنه من السي دي سي والدبليو اتش او والاف دي اي ان في احتمالية يسبب امراض مناعة، ده انت بتخلي الجسم يطلع الفيروس البروتين بتاع الفيروس نفسه، فالجسم يهاجم خليته بما فيها اصابة خلايا بيتا وقتلها اللي بتطلع الانسولين فسبب مرض السكر. فانا معلش اعيد صياغه مجله نيو ساينتست، ليه لم يتم دراسه هل ان التطعيم اللي بيسبب امراض مناعه هو سبب في تزايد حالات الدايابيتس؟ طبعا ممنوع الاله الاعظم التطعيم، وفايزر لا سمح الطبيعه ولا الدول هتدفع تعويضات، لا طبعا ممنوع. خلي بالكم ماشية صايحة الأيام دي، كل إشارات طبية تبتدي تشير لأضرار التطعيم عارفين بيحولوها مباشرة إن هي أضرار الكوفيد نفسه. أنا بقيت أستغرب من عدم الأمانة العلمية في الأبحاث، أصبح كل ضرر نبتدي نشوف بعنينا ويتسمع عنه إنه فعلا احتمال كبير وعايزين دراسة تأكده ان ده من اضرار التطعيم، يحولوه مباشرة انه ده من اضرار الكوفيد نفسه مش من التطعيم، حماية للاله الاعظم التطعيم اللي بيعبدوه. ليه كده؟ عارفين ام سوري في الموضوع ده، معلش ما استحمولي هنا اخواتي الاحباء المسلمين ربنا يبارككم، معلش استحملون. عارفين الرسول اللي قال له، اللي قال للراجل عليك بالعسل، بطن اخويا وجعاني عليك بالعسل، بطن اخويا وجعاني عليك بالعسل، ده الالم بتاع بطنه زادت عليك بالعسل لغايه ما الراجل مات. فقال له كذبت بطن اخيك وصدق رسول الله، صدقوني شبه بيعملوا حاجه تشبه ده في التطعيم. التطعيم بيعمل كذا، لا الفيروس. التطعيم بيعمل كذا، لا عليك بالتطعيم. عليك بالتطعيم حتى لو شخص مات من التطعيم، صدق التطعيم وكذب اخوك. انا ام سوري، انا يعني انا عارف ان انا انفعلت، سامحوني. ايه ده؟ ضاع المصداقيه تماما. تخيلوا فعلا لو طلع وباء شديد وفعلا عايزين له تطعيم حقيقي، الناس هتصدقهم ازاي؟ ودي كارثه ان انت تفقد المصداقيه العلميه تماما في هؤلاء. ادعاء ان التطعيم ضد الالتهاب السحائي هو السلاح الجديد ضد الجنورية. حالات مميتة من الإصابة بمرض تنقله القراض يميت أشخاص في ولاية مين الأمريكية. فايزر تسحب من الأسواق باتشات من دواء ضغط اتضح ان هي بتحتوي على مواد مسرطنة كارسينوجينيك. في تعويض؟ لا طبعا دي فايزر. تعويض ايه؟ ربنا يحمي الكل وخاصة يحمي أولادنا جميعا. الحالات الغامضة من إصابة الأطفال بالمرض التهاب الكبد الوبائي لا تزال تتزايد وبشدة، بتنتشر عبر العالم، مفيش أي تفصيلات، مش معروف حتى الآن إيه الفيروس أو واتيفر اللي بيسببه، وبدأ يتزايد الاحتياج لنقل كبد للأطفال، وبدأت مطالبة الخبراء
يا جماعه راقبوا اولادكم ولاحظوهم، وخلي بالكم لو في اي علامه على بدايه فشل كبدي زي الاسايتس ولا وات ايفر ولا جونز ولا غيره ولا غيره ولا غيره. ربنا يحافظ على كل، خلي بالكم من الموضوع ده. حاولوا على فكره الهيجين مهم جدا لاولادكم، غسل الايدين كويس، غسل الاكل كويس. احنا ما عندناش معلومات كافيه بينتقل بالاكل ولا لا زي هيباتايتس اي، ولا باسلوب اخر زي هيباتايتس بي وسي، بس وات ايفر الهيجين اتليست عشان ما نقولش يا ريت. لكن فعلا بتتزايد الاوبئه في اخر الايام زي ما قال الرب يسوع المسيح. البعض يخشى ان من اسباب انتشاره هو الاغلاق اللي تم في بريطانيا وعده دول، وده اضعف مناعه الاطفال وخلاهم سوسستبل لاي اصابه زي كده. ده من ديلي ميل. اخبار حروب، الاتفاق، الانفاق، الدفع العالمي على التسلح يحطم رقم قياسي فتعدى 2 تريليون دولار في 2021. طبعا في المقدمة أمريكا، الصين، الهند، بريطانيا وروسيا. بتتعجبوا ليه عدد الفقراء بيزيد في العالم؟ عشان بياخدوا الغناء اللي عمله ربنا في هذا العالم وهذه الطبيعة بياخدوه ويصرفوه على التسلح، بياخدوا دخل الشعوب وبيصرفوه على التسلح، وطبعا بعد التسلح مشاريع الفضاء. بينما بيقترب نصف العالم من المجاعة لأن فلوسهم أخدوها وصرفوها على الحاجات اللي في دماغهم. الناس دول لا يهمهم البشرية، الناس دول يهمهم المكانة وأنه يهاجموا بعض ومين يبقى الأول ومين يبقى أكثر تقدم وهكذا. معارك عنيفة تشتعل في شرق أوكرانيا، بوتين يعلن انتصاره في المدينة اللي هي ماريوبول، ولكن يبقى آلاف الجنود الأوكرانيين هناك. روسيا تحقق في صحة وجود قوات عمليات خاصة بريطانية في أوكرانيا، وده لو ثبت كده ممكن تشتعل الحرب فعلا ما بين روسيا وبريطانيا وأوروبا، لأنه حتى الآن كانوا كله بيقول في الناتو لا مش هننزل قوات بس هنساعد أوكرانيا بأسلحة. لو بدأت تنزل قوات خاصة بريطانية كده اللعبة تتغير، ربنا يستر. والغرب لسبب ما عايز الحرب دي تتحول وتبقى نووية بأي شكل، عايز يستفز روسيا علشان تغلط وتبتدي تضرب نووي. بوتين اختبر صاروخ يسمى الشيطان 2، وهو أقوى صاروخ يستطيع أن يدمر إنجلترا بالكامل كتحذير اللي يهدد روسيا. رصد طائرات روسية تحمل رؤوس نووية قريبة من أوكرانيا زي الطائرة دي، في تصاعد حدة الموقف واقترابه جدا أن يتحول حرب نووية. زيلينسكي يقول أن العالم سيحتاج أن يستعد لهجمات روسيا النووية. بدأوا يطلعوا إشاعات أن خلاص روسيا هتضرب نووي. روسيا تدعي ان امريكا بدأت تخطط كالعادة، ان امريكا هتدعي ان روسيا استخدمت نووي في اوكرانيا. روسيا بتحاول تدفع، امريكا بتحاول تدفع وتزنق روسيا ان هي تبتدي تستخدم نووي. لو روسيا مسكت نفسها وما استخدمتش نووي، امريكا هتدعي ان هي استخدمت نووي وتبتدي تطلع التقارير الكاذبة كالعادة امريكا. سويسرا تمنع خطة المانيا لارسال اسلحة لاوكرانيا، والغرب بعض الدول بدأت يعني تنقسم على ذاتها. أوكرانيا غاضبة من تعليق النمسا بعدم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، بعد ما هو كان هيقبل التصالح مع روسيا وعدوه بكل الوعود البراقة أمريكا وأوروبا وعدوا زيلينسكي. فدلوقتي لما بدأ يواجه بالأمر الواقع أنه لا الاتحاد الأوروبي مش هيقبله بدأ يبقى زعلان. فنلندا اقتربت من انتاج طاقة نووية، وده يعتبر تغير في اللعبة ان فنلندا على حدود روسيا تبقى عندها طاقة نووية. فنلندا كمان ترحب باستضافة والاشتراك في تدريب لحلف الناتو في المياه بتاعتها، يعني فنلندا بتدعو حلف الناتو يبقى على حدود روسيا، وده هو السبب الاساسي في اندلاع هذه الحرب. يعني مش عايزين الحرب دي تقف، عايزين الحرب دي تستمر.
ترامب بيحذر انه الكل هيموت لو استمر تصاعد حرب روسيا واوكرانيا لحرب عالميه ثالثه. وترامب بيعترض على اللي بتفعله اداره بايدن والاتحاد الاوروبي التابع ليها من تصعيد الامر. ترامب بيقول ما حدش هيكسب من اللي انتوا بتعملوه ده. امريكا تسابق الوقت لارسال اسلحه اكتر. امريكا عايزه تستنزف روسيا لغايه اخر نقطه دم اوكرانيه. امريكا ما يهمهاش الشعب الاوكراني. ما بين بوتين الدموي اللي دماغه يعني عليا وعلى اعدائي ممكن يحرق الكل، وما بين الغرب الكاذب، امريكا كنت بتكلم على القاده، الشعوب هي اللي ضايعه في النص. الشعب الروسي اللي بدا يتمنع ويتحارب، الشعب الاوكراني اللي بيطحن وبيتسفك دمه، وايضا الشعوب الغربيه اللي بتدفع الثمن اقتصاديا. اوكرانيا عايزه اسلحه بقيمه 2 بليون كل شهر تبعتها لها امريكا. هو فرحان، هو اصلا ممثل امريكي معيناه امريكا، ويلا قاعدين بيوعدوه، هو فرحان ومش فارق معاه شعبه اللي بيموت ليل نهار. الامم المتحده ترفض ادعاء ان روسيا تقوم باباده عرقيه في اوكرانيا، فالادعاء اللي قالته امريكا وقاله الناتو رفضت الامم المتحده. يبدو ان روسيا بترسل غواصات اعماق لحطام السفينه الغارقه بتاعتها لاستخلاص اشياء هامه مش معروف ايه هي. روسيا ستحرك الصاروخ النووي الشيطان الثاني عابر للقارات. الصاروخ ده يحمل 10 رؤوس نوويه او اكتر، زي ما قلت قادر على محو انجلترا كتهديد لبورس انه انجلترا ما تدخلش في الموضوع ده. الصين تقول لامريكا انها ما تستخدمش اوكرانيا عشان تضغط على الصين. الجيش الامريكي يتدرب على التصدي لاكبر موجة طائرات بدون طيار اللي هي الدرونز. البحرية الصينية تجرب اطلاق صاروخ فائق السرعة مضاد للسفن في عرض عام عشان تظهر قوتها. فكله بقى يهدد بعض. بايدن يوعد انه سيصرف بلايين الدولارات ليحول الجيش الامريكي الى صديق للبيئة. انتوا عارفين يعني ايه صديق للبيئة؟ يعني فاكرين خطة اوباما؟ بايدن هيكملها ان هو يدمر الجيش الامريكي. ايه الاسلحة بتاعتهم هتبقى عواد قصب؟ اليابان لاول مرة من 20 سنة تقول ان الاربع جزر المتنازع عليها دول، لا مش متنازع عليها، دول محتلين من روسيا. اتفاق عسكري بين الصين وجزر سليمان، لكن الاتفاق ده نرفز كتير. امريكا تنتقد الاتفاق العسكري بين الصين وجزر سليمان. امريكا تحذر الصين بانها ما تنشئش قاعدة عسكرية في جزر سليمان. كمان استراليا تحذر الصين ان لا تعبر الخط الاحمر. الصين تقول ان امريكا واستراليا ينشروا اخبار كاذبة عنها. اوروبا تضغط على الهند وجيرانها عشان يوقفوا تعاملهم مع روسيا. كوريا الشمالية تختبر نظام اسلحة مسيرة جديد، الولد ده مش هيتوقف عن الجنون بتاعه. امريكا توعد باقوى رد لتردع بيه كوريا الشمالية بجيش مناسب للبيئة. يس يس. الهند تدين اليابان على خططها العسكرية. إيران تظهر طائرات بدون طيار جديدة قادرة فعلا على تهديد إسرائيل. إيران تهدد أن هي هتضرب قلب إسرائيل لو قامت بأي تصرف ولو صغير ضدها. إيران تطالب العراق بأن لا تستضيف مجموعات تهدد أمن إيران، وتدعي أن بعض الأكراد مدعومين من إسرائيل. يعني مش بس تركيا، ده كمان إيران عايزة تبيد الأكراد. تزايد حدة الموقف من صلاة اليهود قرب الأقصى، فغزة تطلق صواريخ على إسرائيل والموقف اشتعل. الأردن تطالب إسرائيل بأنها توقف أي محاولة لتغيير موقف منطقة الأقصى. المسلمين يعملوا اللي هم عايزينه ويصلوا براحتهم، لكن اليهود ممنوع. ده بالظبط اللي بيطالبوا بيه. فالمسلم من حقه يصلي، اليهودي مش من حقه يصلي. مؤتمر عربي يطالب إسرائيل أنها تمنع اليهود من الصلاة قرب الأقصى.
اللي يحق للمسلم لا يحق للآخر، هو ده المبدأ اللي ماشيين بيه المسلمين. إسرائيل تطلق مدافع على لبنان كرد فعل على الهجوم الصاروخي، ما يدل على الانحدار الأخلاقي في أمريكا جدا هو حدوث 4 حوادث إطلاق نار كبيرة كلها في عيد القيامة. إيه رأيكم؟ آدي عيد القيامة، بدل أمريكا ما تحتفل بقيامة المسيح بتحتفل بسفك الدم عشان بعد عن ربنا. أخبار عامة للي بيحصل حوالينا، ماكرون يفوز في الانتخابات رغم أنه فعلا جعل فرنسا قطبين منقسمين. ماكرون من ساعة بداية حكمه بدل ما يجمع فرنسا ويبقى رئيس للكل، ماكرون زي الديمقراطيين والليبراليين في كل مكان، لأنه برضو تلميذ شواب زيه زي كثيرين، كان يعمل بوضوح على قسم الفرنسيين لنصين. اندلاع مظاهرات عنيفة بعد فوز ماكرون، لأنه الناس كانت تأمل كثيرين منهم إن هو يخسر، والشرطة اللي في إيد ماكرون تقتل 2. الغرب بقي ما فيش حاجة اسمها احترام مظاهرات، بدأها ترودو وأمريكا وهو خلاص هتكمل في أوروبا. عادي شعب يطلع مظاهرة، دوس عليهم بالحصين، عد عليهم بالعربيات ومدافع المية، واقتلهم بالرصاص الحي والمطاطي. الكلام اللي كان بيحصل في الشرق زمان وكنا نعتبرها حاجة ما حصلتش، خلاص بقت تحصل في الغرب. اليهود يقولوا طالما تم ذبح خروف الفصح إذن حال الوقت لبناء الهيكل، فيزدادوا استفزاز العرب. بوتين يطالب أن روسيا تستعيد السيطرة على كنيسة وساحة ألكسندر الروسية في أورشليم زي ما وعدت إسرائيل روسيا سابقا. بوتين بيقول لإسرائيل انت وعدتين هتديني الكنيسة دي، بيطالب أن هي تديها له زي ما وعده. أوروبا هتطبق قوانين جديدة لإجبار شركات التواصل الاجتماعي أنها تكون أعنف في سياسة منع المحتويات المخالفة. انسى تماما الرأي والرأي المخالف أو الرأي الآخر، دلوقتي أصبح رأي الحكومات الليبرالية والمخالف يسمى white premises، إرهاب محلي، domestic terrorist، misinformation، ولازم يتقطع لسانه وتتقفل صفحته بالكامل، كل ده لأنه لو اختلف معاك في رأي. الإرهاب ما أصبحش الإرهاب بتاع التفجير الإسلامي، دلوقتي المسلمين حلوين وأحباب أوروبا. الإرهاب دلوقتي أصبح اللي يقول رأي مخالف، يعترض على التطعيم مخالف، white premises، اقتلوه، احبسوه، اقفلوا صفحته، جمدوا حساب البنكي. هذا اللي احنا بقينا فيه. العلماء يعدوا لإطلاق اللي هو مصادم الجزيئات الكولايدر اللي هو سيرن مرة أخرى في محاولة بحث عن المادة القاتمة اللي هي الدارك ماتر، في تجربة بتخوف الكثيرين، ربنا يستر من نهاية المصادم ده هيعمل ايه في الآخر. أدعياء البيئة يعترضوا على تزايد النشاط البشري في المحيطات. الغريبة ان احد الأنشطة اللي بيعترضوا عليها أدعياء البيئة وبيقولوا بتدمر المحيطات هي اصلا عشان تنتج طاقة نزيفة لأجل البيئة، يعني هم ضد بعض. إيلون ماسك يبدأ في بناء مشروع الأنفاق فائقة السرعة للتوصيل في المستقبل، ويزداد التحدي ما بين إيلون ماسك وما بين بيزوس بتاع أمازون، صراع البليونيرات. اختراع نظام جديد ضد الشيخوخة يخلي خلايا الجلد تتصرف كما لو كانت أصغر من سنها ب30 سنة، ده من نيو ساينتست. العلماء نجحوا أن يكونوا خلايا عصبية صناعية في المعمل، ويعتقدوا أن ده هيكون ليه مستقبل مهم في العلاج. زرع شريحة إلكترونية تهكر على المخ، تمر من خلال الصدر، تترجم أفكار الإنسان والتوصيلات العصبية للمخ إلى معلومات تقرأ على الكمبيوتر، ويعرف منها كل فكرة بتفكر فيها. العلماء أيضا يصنعوا بروتينات تكون موتور صغير تقليد لصوت البكتيريا، هيعطي طاقة للماكينات الميكروسكوبية. أخبار اقتصادية، خبر غريب إنه حاجة العجيبة
آسف هيجي كمان شوية. الأول إيلون ماسك اشترى تويتر ب 44 بليون دولار ويوعد بعصر جديد من حرية التعبير، مش السنسورشيب اللي كان بيعمله تويتر لكل رأي محافظ كانوا بيقفلوا صفحته. هنشوف ده هيحصل ولا لا. طبعا على طول بدأت الحرب على إيلون ماسك، لأنه تويتر كان سلاح قوي جدا في إيد الديمقراطيين والليبرال في كل مكان. فبيزوس اللي برضو تبع الشلة إياهم الإليت، صاحب أمازون وعدو ماسك، يدعي أنه ماسك على علاقة بالصين. بيزوس اللي غير قوانين شركته لأجل الصين لغاية ما الصين طردته، لكن كان عنده استعداد يعمل يمسح أي جزمة عشان أمازون يبقى ليها دور كبير في الصين، جاي دلوقتي يتهم إيلون أنه عميل صيني. بيزوس كمان اعترض أن إيلون كرجل أعمال يشتري تويتر كوسيلة أخبار، وبيزوس اشترى أصلا واشنطن بوست عشان يحارب بيها ترامب. عشان تعرفوا الناس دول فعلا زي نفس الأسلوب الشيطاني، بيتقال مثال خطأ في مصر لكن فعلا أنا أراه ينطبق بوضوح على الشيطان. الشيطان دايما يلهيك واللي فيه يجيبه فيك، اللي بيعمله يتهمك انت بيه. شيء غريب وهو 16 حريق كبير ضرب مصانع مهمة للطعام في أمريكا في فترة وجيزة، أعتقد الآن وصل ل 24 يعني فود اندستري فاسيلتيز كبيرة في أمريكا اتحرقت مرة واحدة. إيه القصة؟ في وقت الكورونا وأزمات اقتصادية ومشاكل حروب ونقص طعام بسبب الحرب بتاعت أوكرانيا، جاي 24 مصنع كبير أمريكي يتحرقوا. إيه القصة بالظبط؟ بالصدفة البحتة 24 مصنع أكل كبير في أمريكا يتحرقوا. ما علينا، ذعر في الشركات. فالخبراء يقولوا أن إغلاق الصين هيجعل مشكلة التضخم والتوصيل تصبح كابوس. وأكرر النداء مرة تانية، يا ريت ترجعوا أوضة التخزين، يا ريت ترجعوا أوضة القرار اللي تخزنوا فيها الحاجات النواشف اللي ما تبصش، الرز والمكرونة والحاجات دي كلها، الملوخية الناشفة، البسطرمة، البامية الناشفة، الحاجات تقدر تحط على جنب الحاجات دي على فكرة، بصل حتى، سوري البصل، الحاجات زي دي كمان تقدر تحط جنبها صابون تحافظ عليها تعيش فترة أطول. مخاوف من أن سياسة الصين عشان توصل لحالات صفر خاصة في شنغهاي قد يوقع أو يسقط الاقتصاد الصيني، وده يوقع الاقتصاد العالمي. خبر غريب اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، الروبل الروسي يعود لنفس قيمته بالضبط قبل اندلاع الحرب، ولم يتأثر حتى الآن بكل هذه العقوبات. الروبل الروسي كان يساوي 13 من 1000 من الدولار الأمريكي، ده من قبل بداية الحرب بأسابيع، وده القيمة اللي كان بيدور حواليها لفترة طويلة. مع بداية كل الهجمات الاقتصادية اللي عملها الغرب انخفضوا بشدة ورجع يرتفع وينخفض، دلوقتي حاليا رجع مرة تانية لل 13 من 1000 من الدولار الأمريكي. واو، يعني لم يتأثر بكل العقوبات حتى الآن. بعض من المحلات في الغرب بدأت تحد من مبيعات زيوت عباد الشمس بسبب مشكلة أوكرانيا، بدأوا يحطوا ليميت تشتري إزازة واحدة، فالناس اضطرت يروحوا أفراد العائلة بالكامل عشان كل واحد يشتري إزازة. آدي الزمن ده، الكلام ده في الغرب مش في التموين في مصر. مستثمرين يسحبوا أموالهم من أسواق الأسهم، فتم سحب 17.5 بليون دولار في أسبوع واحد، ودي فقط بيعتبروها البداية. فممكن يحصل انهيار لأسواق الأسهم، ربنا يستر. رئيس البنك الدولي يحذر أن حرب روسيا تفاقم المجاعة وممكن تسبب كارثة اقتصادية عالمية، هي فعلا بتسبب. اضطهاد المسيحيين المتزايد، شفت المسلمين لما يحب يقولك لسنة وانت طيب في عيد القيامة يعملوا ايه؟ يقتلونا. ده المسلمين اللي ماشيين فعلا زي سنة رسولهم. فالإرهابيين النيجيريين المسلمين يقتلوا الكثير من المسيحيين في عيد القيامة، ولا واحد من العالم الغربي يتحرك. ليه ما بيتحركش؟
ليه ما سمعناش ولا شيخ في مصر طلع أدان هؤلاء على قتل المسيحيين؟ ليه؟ ولا عشان هم مسيحيين ما لهمش قيمة؟ ده لو كان شخص مسلم اتضرب في جامع كان العالم اتقلب وادوا مكان الجامع 1000 جامع في دول أوروبا للمسلمين، لكن دول عشان مسيحيين ما يتكلمش عنهم الإعلام الغربي، مش مهم، مش دول اللي هنكسب بيهم. هجوم إرهابي إسلامي على كنيسة في فرنسا وطعن القس والراهبة. ماكرون فاز، هجموا على كنيسة وقتل القس والراهبة. أصلا ماكرون يعني هو مسيحي قوي. الشرطة الصينية تلاحق قسيس وأفراد أسرته وأعضاء كنيسته بعد انتشار فيديو على ويتشات إنه هو قام بتعميد البعض في المحيط. مذيع في MSBC بدل ما يقولوا لنا كالعادة وسائل الإعلام الأمريكية أو الغربية كل سنة وأنتم طيبين، لا يلازم يهينوا إلهنا فيقولوا إيه؟ يقول لو المسيح كان موجود الآن لكان أصبح كوافير بتاع حيوانات، إيه رأيكم؟ ولا القناة وبخته، ولم يعتذر ولم تعتذر القناة، ولا فارق معاه. تخيلوا لو كان قال كلمة أو نص كلمة من دي على رسول الإسلام، كانوا حرقوه حي، وكانوا هيعتذروا للمسلمين. مع كل عيد كريسمس وقيامة بيشتمونا في العلن. آدي الإعلام الليبرالي الشيطاني في الغرب. الغرب خلاص بسرعة شديدة في السنوات الأخرانية ترك المسيحية وأصبح واضح أنه هو شيطاني. القيود اللي فرضتها إسرائيل على كنيسة القيامة في احتفال ظهور النور المقدس أشعلت غضب مسيحيين كتير، قللوا العدد، لكن إسرائيل ترد تقول أن هي سعيدة أن مر الاحتفال معجزة النور المقدس بدون حوادث. الحضار الأخلاقي وآخر جزء. قانون جديد في إنجلترا قد يعرض الآباء لعقوبة السجن 5 سنين لو عمل إيه؟ خلى أولادهم يعملوا عمليات جراحية يغيروا الجنس؟ لا طبعا، ده اللي عايزينه. لو حبوا يعلموا أولادهم الأدب فجست سماك ذير كيدز، لو لطش ابنه على إيده الأب يتحبس 5 سنين، إيه رأيكم؟ وبعدها يتحول القانون ده مش من العقاب الجسدي بس، لكن حتى العقاب النفسي. لو قلت لابنك ان انا هعاقبك تتحبس 5 سنين، علشان هم عايزين ولاد ما يسمعوش لاولياء الامور، عايزين الولاد يسمعوا للحكومه والفيديوهات اللي بيقولوها، عايزين يدمروا تماما سلطه اولياء الامور في تربيه ولادهم. ليه؟ لان هدفهم الجيل الجديد. خلي بالك هم من دول المستهدفين. مدرسة ابتدائي في بنسلفانيا تفكر في تقديم نادي عبدة للشياطين للأطفال بعد المدرسة، مدرسة الابتدائي، ولما أجلوا الموضوع أو ما أخدتش موافقة كبيرة نادي عبدة الشياطين قرر يقاضي المدرسة، إيه رأيكم؟ تخيل لو كان هيعملوا مدارس أحد، ده كانت الدنيا خربت. تويتر المؤيد للليبراليين يهدد هيئة إخبارية مؤيدة للحياة انه هيحذفها بالكامل. ليه؟ لان عرضت صور اطفال مجهضين. طبعا تويتر المؤيد للاجهاض، لانه حتى الان قبل سيطره ايلون ماسك عليه ماشي تماما مع اجنت الليبراليين الشيطانيين. شخص يرتدي ارنب شم النسيم يقدم للاطفال مدرسه ابتدائي، يقدم لهم ايه؟ عازل ذكري مليان ببيض العيد، ايه رايكم؟ ادي اللي بيعملوه. جوجل يطلق برنامج بحث باستخدام لغة يسموها انكلوسيف، لغة شاملة، طبعا لأجل الشواذ، عشان يقللوا الكلمات المضادة للشواذ. عشان تعرفوا كل الليبراليين دول بما فيهم جوجل بما فيهم فيسبوك كلهم للأسف أجندة واحدة. خبراء يحذروا من تزايد خطير في العري والإباحية اللي بتقدم في برامج الأطفال اللي وصلت إلى حد لا رجع فيه. أكرر مرة تالتة، دول الهدف، صغار النفوس، هم عنده هدف الشيطان الليبرالي هذه الأيام، عايزين يضربوا بكل الوسائل المتاحة
ما بين الشذوذ وما بين الإلحاد، ما بين الأفكار الغلط، ما بين حجة ادعاء البيئة اللي تدمر البشرية، كل الكلام ده هم دول الهدف. المحكمة تؤيد حق سجين فيدرالي إن يقوم بعملية جراحية للتحول جنسيا، وطبعا يودوه ساعتها إلى السجن بتاع الستات. جامعة يوتا تبدأ كورس جديد للإباحية، فيه الطلبة والطالبات مع بعض هيشوفوا أفلام إباحية جوه الكلية. إيه الزمان اللي إحنا بقينا عايشينه؟ أنتوا متخيلين أمريكا اللي كانت في منتهى الأخلاق في خمسينيات القرن الماضي، واللي من الستينات مع بداية الشارترز بدأت الانحدار تدريجيا، في 70 سنة وأقل من 70 سنة وصلت لهذا المستوى القذر؟ ده اللي حصل. فأكرر مرة تانية، مطلوب مننا نصلي، نستعد، محتاجين نكون مصابيح مضاءة لصغار النفوس بالصلاة والصوم بالخدمة بتنقية القلب. طبعا الصوم دلوقتي خلاص لمدة 50 يوم، كل سنة وانتم طيبين، لكن محتاجين نستعد طبعا زي ما شاركنا في آلام المسيح، نشترك في أفراح قيامة المسيح. ربنا يبارككم، لكن احترس، إن لم تتمسك بالمسيح من الآن ممكن ما تقدرش في المستقبل القريب بسبب ظلام الخطية اللي بيزيد، لو ما كانش عندك زيت كافي مثل ال5 عذارى الحكيمات. كان عندهم زيت كفاهم، الجاهلات ما كانش عندهم زيت، ما عرفوش يدخلوا. ربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش، وقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن بروعة كتابنا اللي سبق وأخبرنا بده في الزمن اللي بيشككونا فيه، وقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ننتبه ونستعد ونرفع راسنا في زمن بيحاول يشغلنا جدا عن الاستعداد ويمنعنا عن الكلام. ربنا يبارك حضراتكم، عرسنا اقترب، كل سنة وانتم طيبين لخريستوس أنستي، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة ويستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع، والمجد لله دائما. ربنا يبارك حضراتكم، أسف لو كنت أخطأت بفعل، بقول، بتعبير، بمعلومة، أنا إنسان ضعيف بأخطئ، ولكن ده لو حصل صدقوني لم يكن عن قصد. ربنا يبارك حضراتكم جميعا، واذكروني في صلاتكم، ونتقابل إن شاء الرب وعشنا الثلاث الجاي، واسمحوا لي أوقف الدار.